نزار علي بدر. اهلا وسهلا استاذ نزار. استاذ نزار، يا ترى جاي النهارده تقف على المسرح من اجل ماذا؟ انا نزار علي بدر، المعروف بجبل صافون، عمري 54 سنه، مقدم من سوريا. اغلب اوقاتي بقضيها بالنحت وبتشكيل الحجر. الموهبه موجوده من 35 سنه، من لما عويت على الديني كنت انحت اشياء صغيره بالصلصال او بالطين. بعدين كل ما كبرت تطورت معي الحاله لحتى وصلت لمرحله انه انا انحت باقصى انواع الحجاره. شو راح تقدم لنا اليوم؟ تشكيل حول الهجره اللي حدثت بسوريا. تفضل. حامل ابنه. الله 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 الله. الحجر رح ينطق والبني آدمين ما بتنطقش. والله ما عنديش إحساس أو فعل نفسي أعمله غير إني أنا أبوس راسك. والله على هذا الإحساس والعمل اللي أنت عامله أثرت فيا ووجعت قلبي. تسلم يا حبيبي. بحجرك. تسلم يا حبيبي. ومين اللي قال إنه الحجر ما بينطق؟ نحن اللي ما بنعرف نسمع. زين، نحن بنشكرك انك جيت على البرنامج. انا انبسطت فيه. احمد؟ نعم. وانا نعم. علي؟ وانا نعم طبعا.